بتقرا يوم بتتعب بعده بتنجح علي الهمة قد ما بتقدر بكرة ما بتنفع يا ريت علي الهمة قد ما بتقدر بكرة ما بتنفع يا ريت شوف النملة منك أصغر تعبت لكن عملت بيت اجمع واضرب اقسم واطرح يوم بتتعب بعدها بتنجح على قد ما بتتعب بتلاقي وبتقطف ثمرة مجهودك خلي هدفك دايما عالي بيعلى وبيكبر عن قودك يوم بتتعب بعده بتنجح الإيد اللي بتتعب الله بيرضى عنا ويبارك لها الله إن والهم بعزمه يا الله تلاقي خير الدنيا كلها بيكبر عن قودة لا 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 يوم بتتعب بعده بتنجح الإيد اللي بتتعب الله بيرضى عنا ويبارك لها بعزمه يا الله تلاقي خير الدنيا كلها لا 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 بكرة ما بتنفع يا ريت علي الهمة قد ما